اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من الاجنده خلال الاسبوع او خلال اسبوع واحد ركزت وسائل الاعلام الدوليه على خبرين مؤسفين يتعلقان بالنظامين السعودي والاماراتي الخبر الاول هو خبر مقتل الصحفي والمستشار السعودي جمال خاشقجي في قنصليه بلد اسطنبول اللي تمت بطريقه بشعه والخبر الثاني يقول ان النظام الاماراتي مول برنامجا لاغتيال سياسيين وائمه في اليمن من قيادات واعضاء في حزب التجمع اليمني للاصلاح واستخدمت الامارات مرتزقه امريكيين في هذه العمليه ضمن شركه يديرها شخص اسرائيلي هذان الخبران يلخصان ويكثفان حقيقه النظامين السعودي والاماراتي من ناحيه ويقدمان صوره لمستقبل التدخل السعودي الاماراتي في اليمن من ناحيه اخرى وحقيقه الاهداف غير المعلنه لهذا التدخل. موضوع هذه الحلقه هو ما الذي ينبغي ان يفهمه اليمنيون في هذه المرحله؟ على ضوء الحقائق التي يعني عرفوها سواء من هذين الخبرين او من غيرهما. هذه الحلقه ستناقش بعض اسئله تدور في ذهن المشاهد على شاكلة لماذا هذا الاهتمام المبالغ فيه لقضية خاشقجي مع وجود قضايا أخرى أكثر إلحاحا منها مثل آلاف القتلى في الحروب اليمنيه والسوريه وغيرها، لماذا هذا الاهتمام المبالغ فيه لهذه القضيه؟ هذا هو موضوع هذه الحلقة كونوا معنا. لعل أكثر عبارة ترددت في هذا البرنامج هي عبارة التحذير من الاستبداد في كل حلقة تقريبا كنت أشير تصريحا أو تلميحا إلى مخاطر الاستبداد على حياة الشعوب واستقرار المجتمعات وإذا صح أن كل الطرق تؤدي إلى روما كما يقول المثل فأصح منه أن كل حلقات هذا البرنامج كانت تؤدي إلى التحذير من مخاطر الاستبداد والحاح الشديد على هذا الموضوع سببه ادراكي ان شعوبنا العربيه لم تدرك بعد خطر الاستبداد على حياتها ومستقبل ذرياتها الناس لم يدركوا بعد مخاطر الاستبداد وهذا يدل على وجود تقصير كبير من قبل النخبه المثقفه والنخبه السياسيه تجاه المجتمعات العربيه تقصير يصل الى حد الخيانه من وجهه نظري اذا ما عرفنا ان الاستبداد هو ابو المشاكل العربية والاسلامية كلها. وانه لا جدوى من اي عمل نهضوي لا يستهدف تقويض دولة الاستبداد. اي فكرة للنهضة لا تستهدف دك اسس ودولة الاستبداد هي فكرة لا جدوى منها. المثقفون والاحزاب خانوا مجتمعاتهم. عندما عجزوا عن خلق حساسية اجتماعية ضد الاستبداد والمجتمعات اليوم العربية تقطف ثمار هذه الخيانة هذه الحروب هذه الاضطرابات هذا الاستقرار الاستقرار هو ثمرا من ثمار خيانة النخب المثقفة والسياسية للمجتمعات العربية لأنها لم تخلق وعي كافي بمخاطر الاستبداد ولم تخلق حساسية كافية بالحرية لا نستطيع اليوم من خلال برنامج كهذا ان نخلق لدى الناس وعي كافي عن الاستبداد بالطبع وعن مخاطره لان هذا الوعي كما قلت هو ثمره جهود طويله تبدا من المدرسه تمر بالمسجد ووسائل الاعلام والتثقيف الاجتماعي المختلفه وربما تنتهي في الجامع يعني عمليه طويله ينبغي ان يقوم بها المجتمع تجاه نفسه فبرنامج واحد لا يكفي لخلق هذه هذا الوعي لكن على الاقل احنا بنعطي المفاتيح للنخب والنخب تقوم بدورها. يعني ثمره برنامج تربوي الاستبداد او مقاومه الاستبداد هو ثمره برنامج تربوي ثقافي يمتد من المهد الى اللحد. هذا البرنامج هو مسؤوليه النخب المثقفه في المقام الاول. لان هذه هي وظيفتها الطبيعيه. والمثقف الذي لا يعمل في حقل الحرية والحقوق الإنسانية الطبيعية هو مثقف خائن للمجتمع بكل بساطة ولا يستحق شرف هذه التسمية لأن المثقف من الثقاف اللي بيقوم العوجاج آلة لتقويم العوجاج المثقف الذي يجند كلمة في صف النظام السياسي الفاسد المستبد هو مثقف مرتزق تعيس الراقصه اشرف منه بمراحل الراقصه على الاقل يعني تحرك شهوات بعض الافراد لكنها لا تضلل وعي المجتمع الزانيه قد توقع بعض الناس في الحرام لكن جريمه الزنا الجنسي اهون بكثير من جريمه الزنا بالوعي الاجتماعي بعض المثقفين يزنون بالوعي الاجتماعي وهذا اخطر بكثير على المجتمعات من الزنا الجنسي الحريه هي البوصله إذا لم تكن بوصلتك يعني بوصلتك في في الحياة هي الحرية وحقوق الإنسان فأنت مشروع تيه وظلام مشروع أداة في يد الباطل والفساد لا تستطيع أن تفهم ما يجري حولك بشكل واضح وهذا هو سر التيه الذي يعاني منه بعض متابعي السياسة والأخبار السياسية في وطننا العربي تشعر أنك أمام ناس تائهين مش عارفين فين الحق من الباطل يعني تجد البعض حائرا لا يعرف الحق من الباطل ولا يعرف في أي صف يقف هذا طبعا إذا كان صاحب نية طيبة أما إذا كان فاسد النية فهو يعرف طريقة إلى إلى مصلحته بوصلت دائما باتجاه مصلحتها الشخصية مع النظام السياسي الذي يوفر لقمة عيشه ومصلحتها الشخصية بغض النظر عن طبيعة هذا النظام هل هو مستبد ولا ديمقراطي هذا ما تفرقش معه إذا لم تكن قضيتك السياسية، إذا لم تكن قضيتك السياسية الأساسية في الحياة هي حقوق الإنسان وحرياته فأنت ضال. خذها مني هكذا بلاش. حقوق الإنسان وحرياته هي القضية الوحيدة التي تستحق أن تلزم البشر جميعًا من الناحية الأخلاقية، تستطيع أن تلزم الناس كلهم من الناحية الأخلاقية بها. لا توجد قضية أخرى غيرها ملزمة أخلاقيًا. لا تقول الدين الدين مثلا قضيه اساسيه في حياه الانسان نعم لكن لا تستطيع ان تلزم الناس بالدين من الناحيه الاخلاقيه تقول انه عليه واجب اخلاقي عليك ان تكون متدين ما تقدر تقول للناس هكذا لان الدين قضيه تتعلق بعقل الانسان بقناعه الانسان اذا اقتنع اتبع وان لم يقتنع هو حر اما مساله الحقوق والحريات فهي مساله اخلاقيه سواء اقتنعت ولا ما اقتنعت انت ملزم بها مساله اخلاقيه في المقام الاول لابد ان يسلم بها الجميع. لانه بدون الاعتراف بها تصبح الحياه مجرد غابه. القوي فيها يبطش بالضعيف. ولهذا جعل الله الحريه شرط التكليف في الدين. انت في الدين انت غير مكلف بالدين ما لم تكن حرا. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اذا لم تكن حرا فأنت غير مكلف، سواء حر بالمعنى الحسي أو بالمعنى الداخلي. إذا لم تكن عاقلاً فأنت غير مكلف بالدين، الحرية والعقل. هذا هو معنى الوسع. لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. قدرة العقل وقدرة النفس على ممارسة التفكير الحر والتدين الحر. الأنظمة المستبدة بطبيعتها أنظمة معادية للإنسان. وشرف المثقف كله مرهون بموقف من حريه الانسان. شرف المثقف هو موقف من الحريه. المثقف او السياسي الذي لا يعلي من قيمه الحريه هو مثقف وسياسي بلا شرف. <applause> لماذا هذه المقدمه الطويله العريضه حول قيمه الحريه؟ لان ما يجري لنا ويجري حولنا اليوم سببه غياب الوعي الكافي بالحريه وغياب الوعي الكافي بمخاطر الاستبداد الناس مش عارفين الاستبداد ايش بيسوي فيهم وفي مستقبل اولادهم وغياب الحساسيه الكافيه تجاه الحريه الناس ما عندهم شعور ما عندهم شعور كافي بالحريه الواحد تجد يقاتل في سبيل العبوديه مساله غريبه عجيبه الناس يقاتلون في سبيل الحريه هذا امر مفهوم لكن تقاتل في سبيل العبوديه في سبيل ان تكون عبد للسيد هذا امر غريب وعجيب الى حد ان هناك من ابناء الاجيال الجديده في اليمن وفي غيرها من من ينادي بعوده الملكيه ويقول لك دعونا نجرب النظام الملكي الجمهوريه فشلت جميع الجمهوريات في المنطقه العربيه فشلت فلماذا لا نجرب الملكيه؟ هكذا البعض يعني فاقد للشعور بالكرامة والحرية ولأننا نرى مثقفين وسياسيين يصطفون بوضوح مع أنظمة سياسية ديكتاتورية فاسدة أنظمة سياسية جنبنا وحولنا تكهر الإنسان وتصادر حقوقه دون أن تعترف لهذا الإنسان بأي دون أن تعترف بأي سلطة فوق سلطتها هناك اشخاص تائهون لا يعرفون ما الذي يجري في هذا العالم ولا كيف يقيمونه لان بوصلتهم غير واضحه الذي يقول تعالوا نجرب النظام الملكي هذا كائن عديم الاحساس بحريته وكرامته بدليل انه يقي يعني يقيم النظم السياسيه يقيمها بما توفر من اكل وشرب لا بما توفر من حريه وكرامه يقول لك ليتنا مثل الإمارات والسعودية لأن الناس هناك عايشين في راحة بيوت وسيارات ورواتب وفسح ونسوان وهو لا يعلم أن هذه البلدان عبارة عن سجون كبيرة للإنسان أقفاص كبيرة للقرود أقفاص ذهبيا نعم لكنها في النهاية أقفاص المواطن في هذه الدول لا يستطيع أن يتنفس إلا برضا الملك والأمير هل هذه حياة؟ الملك او الحاكم هو الذي يختار لك شكل حياتك ويحدد مصيرك ويحدد حتى نوع الكلام اللي تقوله. اين المواطنة الإماراتية اليوم؟ هل تسمع هل هل تسمعون له نفسه؟ محمد بن زايد يعبث باموال الامارات في مغامرات ضد الشعوب العربيه واستقلالها وكرامتها وحريتها وضد الاسلام، كل هذا لصالح العدو التقليدي للعرب والمسلمين، اسرائيل. فهل يستطيع إماراتي واحد أن يقول لمحمد بن زايد لا هذا غلط هذه ثروتنا لا يحق لك أن تتحالف مع إسرائيل ضد أشقائنا من يجرؤ أن يقول لهذا الشاب المقامر آه الشاب خلاص كتخلص قدو في الستينات تقريبا أي شاب لكن من يجرؤ أن يقول له ليس من حقك أن تمنح أمريكا لمحمد بن سلمان مثلا ليس من حقك أن تمنح أمريكا مئات المليارات من من الدولارات من ثروات بلدنا من يجرؤ ان يقول له ليس من حقك ان تشتري يخت بحري بنصف مليار دولار، ولا تشتري لوحه فنيه بقرابه نصف مليار دولار اخرى. ليس من حقك ان تستولي على اموال التجار بالباطل، بيستولي على اموال شركات ورأس المال الخاص. واحد يبني برج طويل عريض بجوار الكعبه لما ينتهي منه بامواله الخاصه ويستولي على محمد بن سلمان. من يجرؤ يقول هذا هذا باطل. ليس من حقك ان ان تزج بابنائنا في حروب عبثيه ليس لنا فيها مصلحه من يقدر يقول لا ليس من حقك ان تعبث بدول الجوار وتحارب ارادتها في النهوض والاستقرار ما حد يقدر يتكلم هذه هي الملكيات التي تتمنون العيش فيها كثير من الناس في اليمن يتمنى لو انه اماراتي او سعودي وهو لا يعلم ان هذه الدول موعوده بالانحطاط او الزوال في المستقبل امامها مستقبل اسود بسبب سياسات انظمتها المستبدة الفاسدة الاستبداد والفساد يقوض المجتمعات بالتدريج رويدا رويدا ثم في نهاية المطاف يسقط تسقط الدولة والمجتمع سيحول هذه المجتمعات إلى جحيم كامل في المستقبل إذا كانت إذا كانت الآن نصف جحيم الناس لا يعرفون حجم التهديدات التي خلقتها هذه الأنظمة المستبدة على مستقبل شعوبها وهم معذورين لأن نخبنا المثقفة ما بتقومش بواجبها شعوب هذه الدول عاشوا في اللي هي الإمارات السعودية وأمثالها عاشوا في رخاء رخاء اقتصادي قرابة أربع عقود مضت لكن المؤشرات الآن تقول أن هذا الرخاء لن يطول ولن يستمر أكثر من أربعين سنة أخرى يمكن ما يوصلش إلى الأربعين حجم التناقضات داخل هذه الأنظمة كبير وحجم التحديات اللي أمامها أكبر وكله نتيجة الاستبداد يعني استبداد دولة مثل استبداد دولة مثل السعودية بحجمها الكبير سياسيا واقتصاديا ودينيا، دولة مثل هذا بسبب الاستبداد لا تستطيع ان تخوض حرب واحدة بمفردها من غير حماية امريكا. لماذا؟ ذلك لانه اولا لانها لا تثق بشعبها في الدفاع عن نفسها او عن نفسه. هناك الكثير من ابناء الحجاز ونجد يتمنون الخلاص من نظام ال سعود. وثانيا لانها لم تهيئ شعبها في نجد والحجاز للظروف القاسية ظروف الحرب لأن النظام السعودي تعمد على أن يجعل المجتمع السعودي مجتمع رخو يفكر في التفاهات حتى لا يفكر في السلطة هذا المجتمع الرخو لا يصلح للحروب لا يصلح للحروب مش ما هوش المجتمع اليمني ولا هو المجتمع التركي مستعد يخوض سنوات من الحروب بدون لقمة عيش ومع ذلك صامد وباقي وما عندهش مشكلة وثانيا لان مقدرات السعوديه مقدراتها النفطيه والمائيه تشكل تهديد استراتيجي لها يعني لو ان الطيران الايراني قام يقصف انبوب الماء الذي يغذي الرياض هو انبوب واحد تنتهي الحياه في الرياض تتوقف الحياه ولو انه قصف منشات النفط مثلا يتوقف النظام يموت النظام نفسه هذه انظمه كرتونيه باقية حتى الآن بالمغذيات بمساعدة الأجنبي الطامع في ثرواتها في أي لحظة قادمة يمكن أن تسقط وتتفكك وتصبح أسوأ مكان يعيش فيه الإنسان لماذا نقول هذا؟ لماذا؟ لأن هذه الأنظمة السياسية لم تكتفي بأن تستبد بشعوبها وتعبث بأوطانها هكذا قلنا معلش هم أحرار يدبروا حالهم لكن صار فائض الاستبداد حقهم يصلى عندنا اليوم بيعبثوا عندنا في البلد بيعبثوا في اليمن قالوا أنهم جاءوا يحرروا البلد من الانقلاب اليوم يسومون اليمنيين سوء العذاب يتعمدون إبقاء الوضع كما هو عليه الدولة فاشلة اليمن دولة فاشلة يريدونها كذلك فهل من حقنا أن نصرخ؟ من حقنا أن نصرخ؟ ومن حقنا أن كل الباطل باطل وفي عينه؟ بعض الناس يتكلم عن الانتقال من النظام الجمهوري إلى النظام الملكي وكأنه يتكلم عن الانتقال من شقة إلى شقة أو من مطعم العصيط إلى مطعم البروست بيفكر في بطنه فقط ولا يهم كرامته وحريته وسعادته الروحية يمكن ما قد أبدا بحكاية سعادته الروحية هذه هذه النوعية من الناس هي سبب نكبتنا في اليمن أنصار المشاريع الملكية المستبدة هم سبب مأساتنا اليوم سواء أنصار المشروع الملك العفاشي أنصار التوريث وقلعة العداد أو أنصار المشروع الملك الإمامي كلهم عيال مشاريع ملكية مستبدة كلهم عيال الذين بوصلتهم في الحياة تتجه دائما إلى مصالحهم الشخصية فقط ويكرهوا أي حركة تغيير يعني تفسد عليهم مصالحهم أي, أي تيار يفكر في التغيير هذا بالنسبه لهم تيار سيء. ولهذا تجد هذه الفئه هي التي وقفت ضد ثوره فبراير. ثوره فبراير ازاحتهم من مصالحهم ومن عروشهم. هذه الفئات هي التي تردد الان ان ثوره فبراير كانت لعنه وكارثه هذه الشريحه من الناس. هكذا قال احد عشاق الانظمه القمعيه في قناه العربيه قبل ايام. قال انه ثوره فبراير كانت عباره عن لعنه. وكارثه مع انه هذا الشخص نفسه بلسانه بلسانه العربي المبين اعترف في مقابله تلفزيونيه السابقة ان علي عبد الله صالح كان يتلاعب بدماء اليمنيين في حروب صعده وقال انه هو الذي مكن للحوثيين وانه هو الذي منع الجيش الوطني من القضاء عليهم لاهداف مشبوهه وهذا يعني ان على ان علي عفاش ارتكب جريمه الخيانه خيانه العظمى للبلد حسب التوصيف الدستوري الحاكم الذي يهدر دماء ابناء بلده في حروب مسرحيه هو حاكم يستحق الاعدام بتهمه الخيانه العظمى وليس العزل فقط تعالوا نستمع الى نصير من انصار النظام السابق وهو يلعن ثوره فبراير من ناحيه ثم نستمع اليه وهو يتحدث عن خيانه علي عبد الله الصالح لنعرف بالضبط ما معنى غياب البوصله طبعا. ايضا نحن بحاجه الى ان يكون الدكتور معين عبد الملك متحللا من قيود ارتباطاته بالساحه ما هو احد شباب الساحه وكان من مجلس شباب الثوره الذي تقوده توكل كرمان واتمنى الا ينطلق من هذه الارضيه لان هذه الارضيه معناها أن لا هيدا عم عم تت... يعني عم تتهموا و... اتهام هون ما بعرف ليه عم توضع هال... هالحراك هيدا باطار في شيء من الت... تقوده توكل كرمان يعني ما اصلا توكل منا موجوده بالجنوب وتوكل عند عالم خاص فيها هلا لم يعد لم يعد 11 فبراير او لم تعد لم يعد الربيع العربي اليوم الا لعنه، نحن اليمنيين وحتى الذين ذهبوا الى الساحات 70 او 80% في المئة منهم قد ندموا وعلموا انهم كانوا اداه في في, في تخريب البلد، ما احنا اليوم م. نقول يعني نترضى على ايام صالح، الحقيقه لا لانك لانك مؤتمري عم بتقول هذا الكلام، لانك مؤتمري المؤتمر لا العام اللي هذا تار مع الكلام. تحركات لا اقول الصحيح. هذا الكلام كمؤتمري هذا الشخص نفسه كان عضو لجنة الوساطة التي شكلها علي عبد الله الصالح في حروب صعدة مع الحوثيين يقول الجزيرة قناة الجزيرة قبل سنوات أن علي عبد الله الصالح كان يأمر الجيش بإخلاء المواقع التي سيطر عليها بعد معارك دامية مع الحوثيين يعني بعد ما يسيطر الجيش على المواقع ويستبعد الحوثيين وتسيل دماء تجي اتصالات من علي عبد الله صالح يقول لهم خلو والمواقع علشان يستولي عليها الحوثيين ويقول هو نفسه انه شعر بأن اليمن تحكمها عصابه هذا الاخ نفسه هذا كلامه لما كان صادق مع نفسه واليوم يلعن ثورة فبراير التي ارادت تغيير حكم العصابه امثال هؤلاء بوصلتهم ضايعه يعترف بلسانه ان الدوله كانت تحكم من قبل عصابه وان رئيس الدوله كان يرتكب خيانات ضد الجيش والبلد ثم يقول ان الثوره التي ارادت تغيير هذا الرئيس وهذا الفساد كانت لعنه تعالوا نسمع عندما نصل إلى منطقة فيها مثلا أحد قادة قائد كتيبة الدبابات في الأول أول جبلي بعد أن حرر منطقة شاسعة من الحوثيين ويظهر الخراب والحريق والدمار وهناك عشرات المدرعات التي احترقت بأفعال الألغام وقد طهر هذه المنطقة وكسر وهزم الحوثيين ودحرهم ثم نأتي نحن خلقنا نقول عليك أن تنزل من كل هذه المواقع التي وصل إليها جنودك يرفض هذه التوجيهات ف ياخذ فارس مناع التلفون ويتواصل بعلي عبد الله صالح ويسلمه لهذا الضابط ليقول له عليك ان تنزله بسرعه ما عليك الا تنفذ توجيهات فارس مناع جعلتني اشعر ان اننا نعيش بلد تحكمه عصابة طبعا الهدف ليس هذا الشخص او ذاك احنا هدفنا فقط لفت الانتباه الى نموذج من الناس موجود بيننا هذا نموذج موجود بكثره يتخبط في عالم السياسه لانه كما قلت اما بلا بوصله واما لان بوصلته هي مصلحته الشخصيه فقط. اما من كانت بوصلته هي حقوق الانسان وحرياته كلامه يكون واضح متسق غير متناقض طوال الوقت. عدوه هو دوله الفساد والاستبداد اللي سماها الاخ دوله العصابه. وهذا يعيدنا الى الخبرين اللذين ذكرناهما في بدايه الحلقه، خبر مقتل الصحفي خاشقجي وخبر المرتزقه الاجانب الذين جندتهم الامارات لاغتيال عدد من اليمنيين داخل اليمن وخصوصا من حزب الاصلاح. قضيه خاشقجي بينت للعالم كله حقيقه النظام الحاكم في السعوديه. قضيه نموذجيه هي. نظام عصابات متوحشه. يعني مش بس قتل متوحش. عصابات متوحشه يعني مش قتل فقط. يتلذذون بتعذيب وتقطيع مثقف من رعيتهم كل ذنب أنه قال اللي بتسووه غلط يعني لم يطالب بإسقاط النظام ولم يقل أنا معارض للنظام وإنما على العكس قال أنا موالي للنظام آل سعود ولي خادم الحرمين ولي, ولي خادم الحرمين ولي عهده لكنه لكنه يطالب بأدب أن يغيروا بعض سياساته فقط هذه جريمة اللي قطعوا عليها لأنه بكلهم هذه السياسات ستؤدي بالوطن إلى كوارث في البلد, في البلد وفي المنطقة يعني الرجل كان عنده شوية شعور بالكرامة والحرية هذا هو ذنبه ونظام الحكم الملكي المستبد في السعودية مش قادر يتحمل هذا الشوية من الحرية والكرامة عند مواطن لاحظوا لاحظوا يعني كيف اننا نحن اليمنيين ندفع ثمن الاستبداد الموجود في السعوديه والامارات لانه لا يوجد في هذه الدول من يقول للحاكم كف عند حدك لا يوجد من يحاسب على اجرامه وعبثه ولا, ولا هو عند نفسه الاخلاق الرادعه والقيم الكافيه الإنسانية لتردع تردع عن الغلط محمد بن زايد محمد بن سلمان اشخاص لم يخترهم شعبهم بل فرضوا على شعوبهم فرضه والشعوب التي تترك فراعنتها يتفرعنوا تستحق اللي يحصل تستحق الكوارث اللي يجلبوها المشكله ان هذه الكوارث تفيض كما قلت على شعوب اخرى احيانا مثل ما بيحصل عندنا في اليمن الحقيقه نحن شعوب منافقه بدليل اننا نشترط في الوظائف البسيطه أعلى الشهادات وفي الوظائف العليا لا نجرؤ على الاشتراط لما نقدم على وظيفه في شركه تبغ مثلا شركه سجاير يطلبوا منك شهادات اكاديميه لكن لما تطلع رئيس جمهوريه هذه وظيفه ما بش لها اي شروط اخطر وظيفه اللي هي رئاسه الدوله لا يشترطون فيها شيء لا تعليم ولا حسن سيره وسلوك ولا شيء محمد بن زايد لمن لا يعرف لا يجيد لم يكمل الابتدائيه تقريبا خلص الابتدائيه فقط فقط وبعدين ودوا على منطقة في بريطانيا يتخرج من كلية مش عارف إيش هو لا يجيد كتابة جملة هذا بس في التعليم أما في التربية ما حد تربى من عند أمه ولا في كلهم تربية خادمات وأنت تصور يعني كيف تكون تربية الخادمة تخرج الواحد ما عندش أي قيم يكفي أن تكون شاطر أو من أسرة مالكة هذه هي الشروط في الرئاسة أو في وياتي احد ياتي احد الدواب ليقول لك هذا رزق الله يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء وكان الله اعطى الملك لنتنياهو برضاه وبمحبه ولا لترامب طبقوا كملوا الايه يؤتي الملك الملك من يشاء يعني كمان ترامب يعني من ممن احبهم الله الآن الناس الذين يعانون من من فساد الحكم في السعودية والإمارات يتمنون لو تقوم ثورة في هذه البلدان تطيح بالنظام. والحقيقة أن هذه الدكتاتوريات موعودة كما قلت بثورات وتحولات مؤلمة كما قال أكثر من 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 خبير، هناك كتب صدرت في الآونة الأخيرة تتكلم عن هذا الموضوع. أنه هذه دول آيلة للسقوط. هذه الأنظمة أفسدت في الأرض إلى درجة أنها اطلقت النار على قدميها او على اقدامها ولم تعد قادره على المشي الا بالعكاز الامريكي الصهيوني تحديدا اليوم النظامان السعودي والاماراتي مطوقان بكراهيه العالم كله ولا شيء يبقيهما واقفين على اقدامهم سوى الامريكان الذين يستعملونهم في اكثر من غرض هذان النظامان يعولان على الرعايه الامريكيه فقط يظنان ان من يحصل على الرعايه الامريكيه فقط حصل على الرعايه الالهيه لا يصيبه شيء في الأرض ولا في السماء وهذا هو طبعا الفاسدين والمفسدين عامة يعني يكلمني سياسي قبل أيام سياسي يمني آه يقول لك قبل فترة عن التقى بسياسي يمني كبير كان مقرب من علي عبد الله الصالح يقول أن هذا السياسي اليمني الكبير كان يسأل علي عبد الله الصالح بعد سقوط العرش لماذا أنت واثق من الانتصار على كوا فبراير؟ فيرد علي عبد الله الصالح بالقول لأن السعودية واقفة معي السعودية معنا والذي معها السعودية لا يخسر أبدا هذا كلام علي عبد الله الصالح نكل مسؤول كبير في الدولة من حديث ثنائي جرى بينهما وأظن أن نهاية النظامين السعودي والإماراتي لن تختلف عن نهاية علي عبد الله الصالح راكنين على أمريكا مثل ما كان علي, علي صالح راكن على السعودية وإن أوهن البيوت لبيت العمالة للأجنبي قلت فيما سبق ان بعض اليمنيين ربما يتمنى ان يكون مواطن سعودي او اماراتي حتى لو حكم الدكتاتور مثل محمد بن زايد او مستبد مثل محمد بن سلمان وهذه هذه الحاله تذكرنا بجمال خاشقجي نفسه هذا الرجل الذي قدم درس بليغ في قيمه الحريه هذا رجل سعودي كان مرتاح جدا من الناحيه الماديه عايش احلى عيشه وكان كاتب كبير ومقرب من الأسرة المالكة وهذا مقام يتمنى أي شخص ومع ذلك ترك هذا النعيم كله اللي احنا بنسميه النعيم وغادر إلى أمريكا وخسر زوجته وأولاده وأهله واستقراره وراحة باله لماذا؟ لأن النظام السعودي طبعا خسر حتى أهله وزوجته النظام السعودي منع أهله من السفر وأجبر زوجته على طلب الطلاق منه وعاش في المهجر وحيد خايف مراقب طبعا هو في سن كبير يعني افترض ان الواحد ما عاد يغامرش في هذا السن ما يحتملش البهذله وفراق الاهل ومع ذلك فعلها جمال خاشقجي وفي النهايه دفع ضريبه هذا الموقف بصوره قاسيه جدا تعرض للتعذيب وهو حي قطع اصابعه وهو حي وبعدين قطعه بالكامل ترى سؤال لماذا يختار خاشقجي هذا المصير؟ لماذا يترك النعيم اللي كانوا فيه في السعوديه اللي بيطلبوا بعض اليمنيين ويعرض نفسه لهذه النهايه المأساويه؟ الجواب واضح عند الشعور بالحريه والكرامه الشعور بالحريه والكرامه الانسان الكريم لا يقبل ان يظل محبوس في قفص حتى لو كان هذا القفص من ذهب دول مثل السعوديه والامارات عباره عن اقفاص ذهبيه شكلها حلو صحيح وفيها متعة حسية لا بأس لكن ما فيهاش متعة الكرامة والحرية وهو اختار حريته وكرامته حتى لو ادى ذلك الى مقتله هذا هو الدرس البليغ هذا هو الدرس البليغ الذي قدم جمال خاشقجي للعرب اليوم ومن المصادفات الطريفة ان اخر مقال نشره جمال بعد اختفائه كان كتب مقال المفروض كان ينشر ولم ينشر بسبب مقتله الان نشروه قبل ايام للواشنطن بوست يتحدث فيه عن الحريه والكرامه من من محاسن الصدف كان يتحدث في هذا المقال عن الحريه والكرامه وعن ثورات الربيع العربي التي قال فيها ذات يوم ان العرب ظلوا ينتظرونها من ألف سنه في مطلع هذا المقال الاخير قال الان كلام جمال قال لك كنت ابحث على الانترنت مؤخرا للنظر في مؤشر حريه الصحافه لعام 2018 الذي نشرته مؤسسة فريدوم هاوس. وتوصلت لإدراك خطير. يقول هنالك دولة واحدة فقط في العالم العربي نالت تصنيف حرة، أخذت تصنيف أنها حرة. تلك الدولة هي تونس. تليها الأردن والمغرب والكويت في المرتبة الثانية بتصنيف حرة جزئيا، يعني هذه الدول الثلاث حرة جزئيا. تصنف بقية الدول في العالم العربي على أنها غير حرة. وفقا لهذا التقرير ونتيجة لذلك كما يقول جمال فإن العرب الذين يعيشون داخل هذه البلدان إما غير مطلعين أو غير أو أنهم مضللين فهم لا يستطيعون معالجة المسائل التي تؤثر على المنطقة وعلى حياتهم اليومية على نحو كافي ناهيك عن مناقشتها علنا مش قادرين يهيمن سرد تديره الدولة على النفسية العامة بينما لا يصدقه الكثيرون إلا أن أغلبية كبيرة من السكان تقع ضحية لهذه الرواية الزائفة يعني الدولة تروي رواياتها الخاصة وأغلبية تصدقها اللي تقولها الدولة مصدق حتى لو كان باطل هو يقول هذا للأسف من غير المحتمل أن يتغير هذا الوضع لقد كان العالم العربي يقول مفعما بالأمل خلال ربيع عام 2018 كان الصحفيون والأكاديميون 2000 عفوا يعني كان العالم العربي مفعما بالأمل خلال عام 2011 لأنه كما يقول كان الصحفيون والأكاديميون وعامة الناس يفيضون بتوقعات المجتمع العربي مشرق وحر في بلدانهم كانوا يتوقعون التحرر من هيمنة حكوماتهم والتدخلات المستمرة من الأجانب والركابة على المعلومات سرعان او سرعان ما احبطت هذه التوقعات كما يقول جمال خاشقجي، واحبطت هذه المجتمعات اما عادت الى اوضاعها السابقه او واجهت ظروف اكثر قسوه من ذي قبل. كانت هذه هي هموم جمال خاشقجي، هموم الرجال الكبار، قارنوها بهموم بعض مثقفينا ونخبنا السياسيه الذين يسعون على بطونهم من اجل لقمه العيش كما تسعى الدوده. تعالوا نستمع إلى جمال خاشقجي ربما لآخر مرة وهو يتحدث عن الحرية وعن موقفه من النظام السعودي بلغة الكبار المحترمين في فيديو أو في يعني مقطع من تقرير لقناة الجزيرة. ما الذي لا يحتمل في الحياة في المملكة الآن من وجهة نظرك؟ ما الذي أصبح لا يطاق؟ هو فقدان الحرية. الشعور بالعجز ان تقول رايك حتى وانت محب للدوله حتى وانت محب للملك ولسمو ولي العهد ولست وحدي في ذلك في كثيرين من المواطنين السعوديين من اختفوا قسرا في السجون واخرين اختفوا اختيارا في بيوتهم واثروا الانسحاب على ان يقولوا ما لا يقتنعوا به وأكرر مرة أخرى يعني كلام مكرر أن المواطن الحر هو أفضل للدولة وأصدق للدولة من المواطن المطيع خاصة المطيعة خوفا ورغبة أنا شخصيا عانيت يعني يمكن نحو 30 مقالة نشرت عني من أسوأها مقالة نشرت في موقع سعودي رسمي يعايرني بلون بشرتي ويقول أنني أبيض بزيادة عن اللزوم بشكل أنه لا يمكن أن أكون سعوديا طبعا استغرب الكثير من الناس الاهتمام الزائد بقضية خاشقجي من قبل الإعلام والسياسيين وقالوا يعني الرجل ليس أهم من آلاف الضحايا الذين قتلوا في اليمن وسوريا وغيرها بسبب طائرات وسياسات وأموال آل سعود وعيال زايد في ناس قالوا هكذا وهذا للوهلة الأولى صحيح لكن مع ذلك قصة خاشق جي تستحق هذا الاهتمام ليس ليس لأنها قصة شخص مهم تم اغتياله بل لأنها قصة نظام لا يراعي ادنى قيم الاخلاق السياسيه. هذه القصه كثفت خصائص النظام السعودي والنظام الاماراتي. نظام سياسي يمارس سلوك العصابات لدرجه لدرجه احرج العالم كله. بعد هذه الفضيحه سيصبح من الصعب على القيادات السياسيه في العالم المتحضر ان تتعامل مع محمد بن سلمان. لماذا لان شعوبها ستعاقبها السياسيون في الغرب يخافون من شعوبهم اذا لم يحركهم ضميرهم وهذه هي قوه الحريه التي نتحدث عنها في مجتمعات في المجتمعات الغربيه المجتمعات الحره تحاصر الظلم والظلمه وتعاقبهم المجتمعات الحره تحاصر الظالمين وتعاقب من يتعامل معهم يعني نوع نوع القضية هو الذي جعلها مشهورة وليس لأن خاشقجي شخص مهم أو أنه أهم من آلاف الضحايا في اليمن وسوريا مثلا كما يقول البعض خاشقجي قضية خاشقجي كما قلت كانت عبارة عن تكثيف لصورة النظام السعودي في الحروب النظام السعودي ممكن يقول لك الضحايا اللي بيسقطوا في الحروب هذا أمر طبيعي ما يقدرش احد يعاتب عليها عتاب حقيقي لانه هذه طبيعه الحروب الناس في الغرب يقول لك احنا عندنا قتل عندنا في الحرب العالميه الثانيه حوالي 60 مليون شخص 60 مليون شخص يعني مش قضيه انه يقتل الاف في حرب عاديه في اليمن لكن قضيه خاشقجي مختلفه يعني ملابساتها نفسها مختلفه نظام يقتل مواطن عن سبك اصرار وترصد وتخطيط وكتلة بشعة لمجرد انه قال كلمة يعني عادية ينتقد فيها سياسة النظام فالمسألة مختلفة قليلا وهذه وهذه القضية قضية خاشقجي خلت العالم كله يحاسب النظام السعودي على الجرائم الاخرى اللي بيقترفها هنا وهناك يعني هي قضية نموذجية من خلالها يحاسب النظام السعودي على بقيه الجرائم ولذلك من حق الأم من حق وسائل الاعلام ان تركز عليها بقوه المساله ماشي يعني زي ما بتصوروا الناس البسطة بسبب انه نفرد شخص لا القضيه اكبر من كونها شخص اخيرا احب التاكيد على اننا في اليمن نسير في نفس الطريق الذي سارت فيه الامم الحره من قبل عشان نتفائل بس صحيح انه فينا شريحة كبيرة من عبيد الاستبداد وعشاق البيادة العسكرية الا ان هناك في المقابل شريحة اخرى وان كانت اقل مناضلة تناضل في سبيل الحرية والكرامة وتقدم الدماء في سبيل ذلك والصراع اليوم في اليمن هو صراع بين هاتين الفئتين في اليمن فئة الذين يشعرون بحريتهم وكرامتهم ويطلبونها لبلدهم وفئة الذين لا يشعرون ودرس التاريخ يقول ان التغيير تصنعه الأكلية دائما وأن التضحية بتكون كبيرة في سبيل الحرية والكرامة غالبا ومن يخطب الحسناء لم يغله المهر كما قال أبو فراس الحمداني إلى هنا تنتهي حلقة اليوم في أمان الله نلقاكم في الأسبوع القادم